ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إسطنبول عضو الائتلاف السوري السابق أحمد جقل. أحمد، هل تتوقعون أن يلتزم نظام الأسد بوقف إطلاق النار في حال تم التوصل إلى هدنة؟ لا أتوقع أن يكون هناك التزام من طرف النظام، أو دعني أقول لن يكون هناك هدنة شاملة، لأن النظام بنفسه غير مسيطر على الأرض وعلى القوات التي تسير معه، لأن وقف إطلاق النار هو قرار بالدرجة الأولى سيكون قرار روسي. هل الروسية سيلتزمون بوقف إطلاق النار أو القصف الجوي؟ ثانيا، هل الميليشيات الطائفية الموالية لإيران وحزب الله سيوقفون الزحف أو القصف؟ وثالثا، قوات سوريا الديمقراطية، هل هذه القوات هي موالية للنظام أو المعارضة؟ مع من ستقف؟ وهل ستلتزم بوقف إطلاق النار؟ وقف إطلاق النار في سوريا أمر صعب ولكن ليس مستحيلا، لذلك أعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون لمدة قصيرة وسيكون اختراقات من طرف الروس أو طرف النظام، لذلك وقف إطلاق النار في سوريا مستبعد في الوقت القريب. وأتوقع في البداية يمكن أن يكون هناك وقف لمدة زمنية قصيرة ولكن الالتزام فيه صعب جدا. أحمد، شهدت حمص اليوم تفجيرين أوقعت 46 قتيلا زادت من آلام الشعب السوري في ظل القصف الذي يتعرض له من الطيران الأسدي والروسي، تعليقكم؟ القصف الروسي في جميع المناطق مستمر، تعلموا في حلب وإدلب والمناطق قسمة في المناطق الشرقية، القصف في سوريا اليوم في كل مكان، يعني حمص واحدة من المناطق التي كسفت في اليوم. القصف على المدنيين مستمر في سوريا في جميع مناطقها، هناك أسلحة تدمير شامل وأسلحة نوعية تستخدم ضد الشعب المدني، وبالأخص يقصفون المدارس والمشافي والمخيمات، لذلك ليس من الغريب أن يكون هناك قصف في حمص أو موت وقصف مدني بامتياز. النظام يستخدم كل أنواع الأسلحة لتهجير وتدمير وتطهير عرقي في كافة مناطق الموالية أو الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، لذلك هذا ليس غريبا. اليوم قصف يقصفون حمص وفي الغد سيقصفون حماة والشمال الحربي. النظام السوري يهدف إلى حصار المناطق والسيطرة على المناطق وتهجير المناطق وتغيير ديموغرافية المناطق، ليس غريبا أن يقصف اليوم حمص أو يكون هناك انفجار في مكان أو ما. حتى المناطق الموالية التي يحدث فيها انفجارات هي من ترتيب النظام هو نفسه. إذن عضو الائتلاف السوري السابق أحمد جقل، شكرا جزيلا لك.